نروح لهذه المداخلة الهامة جدا مع العميد محمد مرجان المدير التنفيذي للنادي الأهلي، واللي في الحقيقة بيقوم بمجهودات عظيمة جدا جدا في مختلف الملفات داخل النادي الأهلي بشكل عام. يا سيادة العميد، مساء الفل عليك. مساء الخير يا فندم، مساء الصحة. ازي حضرتك، عامل ايه، اخبارك ايه، كله تمام؟ الله يخليك، ربنا يخليك حبيبي. يعني طبعا فرصة وحضرتك معانا وكل جمهور النادي الأهلي بيسمعنا دلوقتي، عايزين نطمن بداية عن الاجراءات التنظيميه طبعا لمباراه الاهلي وشبيبه الثروه اللي هتقام ان شاء الله في استاد الجيش في برج العرب. الامور ماشيه ازاي يا فندم؟ لا الحمد لله الامور ماشيه على ما يرام. هو طبعا احنا اخذنا المؤسسات الامنيه 10,000 دعوه او 10,000 للجمهور النادي الاهلي زي الاسم بتاع الانديه الاخرى. تمام. وبرده في هناك برده يعني بتوجه باتصالات كده مع الجهات الامنيه اللي احنا نحاول نزود العدد شويه، لان المباراه مهمه جدا ومحتاجين جماهيرنا. والنهارده كان في فعلا حصل اتصالات من سواء رئيس النادي على مستوى رئيس النادي كابتن محمود الخطيب مع الجهات الامنيه ونائب رئيس النادي، وربنا يسهل باذن الله. يعني نشوف بس النتيجه هتبقى ايه. هو في المبدئيه لغايه دلوقتي 10,000 تذكره، واحنا ابتدينا بالفعل فتحنا سيستم الحجز بتاعنا الاونلاين من امبارح. وطبعا يعني الحمد لله يعني في اقبال من الجمهور الحمد لله، وده جمهور النادي الاهلي واحنا متعودين على النادي الاهلي على كده اللي هو بيبقى بيساند فرقته في اي مكان. اكيد. وحددنا طبعا اسعار التذاكر بتاعتنا الموحده ب 10 جنيه متعادل للجمهور، عشان خاطر انت طبعا ظروف اقتصاديه ومحتاجين الجمهور بتاعنا يبقى موجود في الفتره دي، ودي تقريبا نفذت على السيستم خلاص. نفذت خلاص. دي نفذت يعني دي خلاص نفذت على السيستم. ال 5,000 تذكره التانيين كان ما بين الاولى ممتاز والمقصوره الاماميه والمقصوره الرئيسيه. دي حددنا سعر المقصوره الاولى ممتاز ب 50 جنيه والمقصوره الاماميه ب 100 جنيه. كويس. احنا بنحاول بنساعد الناس على قد ما نقدر اللي هم يبقوا متواجدين معانا. على مستوى الاعضاء الجمعيه العموميه احنا بنعمل رحلات اليوم واحد دلوقتي بنجهز لها، بحيث يبقى في اعضاء جمعيه عموميه برضه لهم الحق في المشاركه، يبقى في وسيله مواصلات تحركهم لغايه الملعب ويرجعوا ان شاء الله يساندونا. برضه الحمد لله المباراه الساعه 6، فده ميعاد مناسب لكل الاطراف سواء اللي هم الاطراف القائمين على تأمين المباراة أو اللي بيشتغل في المباراة دي، لأن بيبقى موجود جامد جدا. الفترة اللي فاتت كان الساعة 9 دي كان بيبقى عبء على كل الناس اللي بتشارك نتيجة الجو طبعا 11 بالليل، ولازم جمهورنا يبقى عارف زي ما هو بيعاني ومشقة اللي هو يوصل عشان يشجع فرقته. الناس اللي بتتحرك على مستوى الإدارات كلها عشان خاطر تأمن مباراة زي دي برضه الساعة 6 صباحا وقبلها بأربع خمس أيام وبأسبوع. يعني امبارح كان في اجتماع يوم السبت، كان في اجتماع في مديرية أمن اسكندرية، النهارده في اجتماع شغال برضه مع جهات أمنية. يعني في مجهود بيحصل عشان خاطر نساند فرقتنا ونكمل في مشوارنا الأفريقي. بالظبط. فالحمد لله الأمور ماشية. احنا يعني زي ما بقول احنا في انتظار بس، بنحاول يبقى في زيادة أعداد وإن شاء الله عندنا أمل هيبقى في زيادة أعداد. لو تسمح لي يا فندم، عايز أسأل حضرتك بخصوص زيادة الأعداد، وحضرتك قلت لي إن كان في تواصل مع الأمن بخصوص هذا الملف بالتحديد. هل النادي الأهلي حط اقتراح بزيادة عدد الجماهير لرقم معين مثلا من خلال التواصل مع الأمن؟ احنا طبعا كنا بنطمع في مباراة زي دي، احنا محتاجين يعني جمهور ما يقلش عن 20 25,000. بالظبط. عشان خاطر بس نبقى يعني كلنا ورا فرقتنا. فان شاء الله باذن الله الامن وعد اللي هم بيدرسوا الموضوع بشكل تشخيص بشكل عام ازاي. لكن اهم حاجه احنا برضو دايما التزام. الفتره اللي فاتت الحمد لله كان في فعلا مستوى مباراه الدوري الممتازه دينا، بنشوف الناس بتتعاون معانا بشكل كويس جدا. جمهورنا الحمد لله بيتعاون معانا بشكل كويس. فطالما في تعاون بين المسؤولين او الجهات كل واحد عارف دوره كويس، الامن اللي هو بيزود الاعداد الجماهيريه تدريجيا، وكل ده برضو استعدادا للتوتو تستضيفها طبعا. فكلها احنا بنشجع الناس وبنقول لهم احنا معاكم، النادي الاهلي وجمهوره معاكم، نجاح منتخبنا هو ده الهدف بتاعنا، وصول النادي الاهلي للنهائي الافريقي والحصول على البطوله برضو ده الهدف بتاعنا. فان شاء الله يبقى في تعاون الفتره اللي جايه بالشكل الواضح بتاعنا، بس اهم حاجه التزام جماهيرنا ان شاء الله باذن الله. ان شاء الله. ودي الرساله اللي اكيد حضرتك عايز توجهها لكل جمهور النادي الاهلي قبل مباراه مهمه زي دي، وضروري قوي ان انت تساند الفريق بس عشان هي مباراه مصيريه. يعني جمهورنا امير واعي طبعا، واعي جدا طبعا جدا، وهم لوحدهم بيلفظوا اي قيد عن النصر. صح. الحمد لله رب العالمين جمهورنا واعي جدا، ودي بنتحرك من هذا المنطلق وبنتحرك وبنطلب واحنا قلبنا جامد. اللي جمهورنا دايما بيبقى واعي للاجراءات وللمتطلبات الامنيه، دي اللوائح هتلاقي حاجه. بالظبط بالظبط. انت ده بتطبق لوائح الاتحاد الافريقي ولوائح. صح. هو ده اللي احنا بنقوله، اللي بيحب النادي الاهلي ما بيحافظ عليه عشان خاطر ما يبقاش فيه غرامات، ما يبقاش فيه عقوبات، ما يبقاش فيه خروج عن النص يؤدي لاحراج النادي الاهلي في مشواره الافريقي ان شاء الله.
ربنا يكرمنا كلنا نحتفل مع بعض ونستقبل ان شاء الله. يا رب ان شاء الله. هل في منفذ هيكون متوفر للجماهير في الاسكندريه، وخصوصا ان الاستاد اقرب لمدينه الاسكندريه، فطبيعي ممكن عدد الاهويه يكون كبير جدا من مدينه الاسكندريه يحضر هذه المباراه؟ اكيد طبعا، بس في حاله انا بقول لك يعني التذاكر نفذت، احنا كنا الماتشات اللي فاتت كنا بنفتح منفذ اسكندريه في حاله الزياده طبعا. في حاله الزياده بنحاول بنفتح منفذ اسكندريه، لكن كويس. التست من النهارده طبعا انت عارف التست ده حاصل على بطاقه النادي الاهلي، ده حاصل في الاولويه في الحج، اي تذاكر بتبقى عندنا موجوده زياده بنفتح على طول منفذ بنتحرك بيه بالظبط اسكندريه. لكن انا ما تهيأليش، اتمنى طبعا في زياده ان شاء الله، يا رب يا رب لو في زياده هنطرح منفذ اسكندريه هنعلن عنه باذن الله، لو في هنعمله الاربع او الخميس ان شاء الله باذن الله هنعلن عنه ان شاء الله. طيب ده فيما يخص مباراه الاهلي وشبيبه الثوره، ومباراه اكيد هتكون مهمه، وان شاء الله الحضور الجماهيري يكون مؤثر بشكل كبير جدا. لكن في يعني جزء اخر عايز اتكلم مع حضرتك فيه، وهو خاص بتنظيم النادي الاهلي لبطوله كره الطايره داخل مقر النادي الاهلي بالجزيره وصلاتي الشهداء والامير عبد الله. عايز اعرف التنظيم الامور ماشيه ازاي، وبالتحديد ايضا فيما يخص الجماهير، هل حضور الجماهير لهذه البطوله مقتصر على اعضاء النادي، ولا ممكن الجمهور العادي للنادي الاهلي يحضر هذه المباراه؟ ده برضو من ضمن الملفات الهامه جدا بالزبط. وعلى اولويات مع اولويات كيس لجنه منظمه البطوله، سواء الدكتور محمد سراج او الدكتور مهند، وبرضو في اتصالات مكثفه ان شاء الله. ماتش المباراه السبت هتسمح لينا بحاجات كتير جدا جدا. كويس. هرجع اقول تاني، الجمهور احنا اداره النادي بتفتح الباب للجمهور وفاتحاه وهم عارفين كويس جدا، ولكن النهارده في قيود بتبقى موجوده، عدم الخروج عن النص ده مطلوب مننا، عايزين نشجع فرقتنا، فان شاء الله باذن الله ربنا يسهل، يعني هيبقى في اخبار كويسه لجماهيرنا كانت فرقتها في المشوار الافريقي. بس برضه خلينا كل خطوه بخطوتها لغايه وقتنا هذا. اعضاء الجمعيه العموميه او الفريق الضيف برضه نفس القصه، اعضاء الجمعيه العموميه، ولكن ان شاء الله باذن الله يعني في كده يعني بوادر جيده ان شاء الله. بوادر جيده وبريق كده باذن الله، اللي جمهورنا هيساند فريقنا سواء سيدات او رجال في المشوار الافريقي ان شاء الله. ان شاء الله في هذه الحاله برضه هنقول لهم ازاي هيحصلوا على الدعوه اللي هيبقى كامله البطولتين باذن الله، وازاي يخش يحجز برضه على السيستم طالما هو عنده رغبه في مسانده فريقه داخل الثوره المغطاه. فالدكتور محمد سراج والدكتور مهند يعني شغالين على قدم الوساط في هذا الموضوع، وان شاء الله يبقى تنظيم يليق بالنادي الاهلي، يليق بمصر، يليق برئاسه الاتحاد الافريقي، فربنا يسهل تبقى بطولتين باذن الله، والاهلي يعني يحصل فيهم على اللقب الافريقي الثاني ان شاء الله. ان شاء الله باذن الله. استاذ العميد انا بشكرك شكرا جزيلا على هذه المداخله الهامه جدا جدا مع العميد محمد مرجان المدير التنفيذي للنادي الاهلي.